أول مسألة يا أخواننا، أول مسألة، نحن إلى الآن مش نحن بنرى، ده حكم شرعي وبيناه كثير، إنه بنرى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه الخروج على الحاكم حرام، وعاجبنا وجوا عينك عرفتها؟ ما يشغل يا أخواننا، ما شغل بتاع كوارك، شغل ما بتاع كوارك، ولا أنت يعني تجي تمثل لنا فوق دور المظلوم، ولا لما تكون انت زول جاهل بالتكنولوجيا كده قبل نجيك للدين، لان انت اصلا الدين ما عندك به علاقه وجيت نبست الدين كله. كويس؟ كويس؟ اي صح زي ما قالوا السكران في ذمه الوعي. فهمت؟ فما محتاجين يا اخواننا ان احنا كناس مسلمين، وحتى الناس ذاته، حتى الناس اللي مرقوا معاك. يا اخواننا انتوا متفقين مع الزول ده في كلامه؟ المناقشين الجبال بيتفقوا مع الزول ده في كلامه؟ ها؟ قال علمانية الدولة وما علمانية الدولة، ونحن قدمنا قال شهداء، الناس اللي ماتوا نسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم ويرحمهم. لكن أنا ما داري أخش معاك في تفاصيل أنت ما قدرها، اعترف بها زولك خالد سلك. ها؟ أنتوا هسي قاعدين وين؟ مبارك أردول يجي يقول أي زول بيخط إيده الزمن ذاك مع المجلس العسكري يقول ده زول خان الثورة وكده، وهسي بقوا شنو؟ مساعد ياي، مساعد وزير شنو؟ ولا شنو مسؤول شنو؟ الموارد شنو كده ما عارف. يا ناس ما تخلونا نخش معاكم في الموضوع ده. هوي بعدين امسكوا ناسكم ديل انت معلش يا شيخ ابو بكر ما شافوا كويس. عرفتها؟ نحن ذاته ثاني بنعمل لنا عليك الله دكتور ريان اقف لنا هنا. دخل لنا الناس الواعين يا اخ، ما ممكن يا اخي زول يقعد يسب لنا في الدين. عرفتها؟ زول قال كلام عجيب ذاته. طيب بعدين يا اخواننا العلمانيه دي من باب التجربه، وطبعا دار يجيب يعني شبهات وما قادر يجيبها. العلمانيه دي يا اخواننا مما مرقوا الانجليز، لا نحن ما حكمونا بدين. حتى الدستور بتاع الترابي بتاع 98 اكثر دستور هو ده سماه انه الدستور الاسلامي ومتاجر باسم الدين، وقال شيخ ابو بكر ده بتاجر باسم الدين، شيخ ابو بكر ده استاذ امرق منا الصباح ويجي راجع بالليل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل. عرفته محاضرات وكذا، نسال الله انه يجزيه خير ويتقبل منه. ما قاعد يستلم حاجه، يا اخواننا زول التاجر ده بيكون في سلعه صح ولا ما صح؟ وبكون في ثمن وعايد بتاع استثمار، مش هذا الناس اقتصاد. عرفته؟ العايد اللي لقيناه ونحن شنو؟ نحن الكيزان بينبزوا فوقنا وبيعفصوا فينا. انت ذاتك بتجي تنبزنا. ها؟ والجبال بيتكلم عن التي هي احسن، بتاع التي هي احسن ذاك. رايك شنو في الزول ده؟ ده التي هي بر الشبكة. عرفتها؟ يا ناس ما تتكلم، عليك الله يجيبوا لنا ناس واعي ناس يناقشوا في شنو؟ ها؟ عرفتها؟ لكن ده النموذج، شفتوا ده النموذج بتاع ناس قحط وبتاع العلمانيين وبتاع الشيوعيين، والشيوعيين قدر ما يحاول انه يجيبوا لنا زول، قدر ما يحاول يجيبوا لنا زول، ما هذا الزول قال الليبرالية؟ ناس قحط ديل جاب شنو؟ جاب الإسلام، رفعوا شعار الشريعة، جاب اسم شنو؟ جاب اسم العلمانية. الكوراك خلوا يا اخوان، احنا ما دارين كواريك، المنبر ده منبر علمي، ناس ديل هنا طلبة جامعات وناس واعيين كتابي وكتابة. شيخ ابو بكر قبل زنق الزول داك في كتابه لما اطلع كتابه فشن. انت ما تكوريك من برا ساكن. عرفتها؟ خليك زول نجيب، تعال خش هنا ناقشنا في الكتب، تعال ناقشنا في العلمانية. والله انا ذاتي الكيس ده بقيت اجيبه وارجع به وساكت، ما معقول احلله لنا يا اخواننا. عيب والله عيب، ولا بتخافوا منه؟ الشغل ده كله هنا كتب والله، لا في متفجرات ولا حزام ناسف، ما في اي حاجه. عرفتها؟ في الكتب بتاعت الشيوعيين، في الكتب بتاعت النصارى، في غيرهم وغيرهم قاعده. تعالوا ناقشونا يا اخي، جيبوا لنا ناس عاقلين وناس واعين، تعالوا امسكوا لنا النقاط العظم. الموضوع بتاع المراه ده موضوع العلمانيين، انتوا رايكم فوقه شنو؟ تعالوا ورونا هنا يتكلم اخواننا ده، جابوا لك كلام تاريخي وجابوا لك ايات وجابوا لك احاديث وجابوا لك من كتب العلمانيين. هنا اظن اخواننا ده بينوا لك، هنا ده الكتاب بتاع البيان الشيوعي، ده اكبر وثيقه للشيوعيين في العالم كده. امرق الكتب دي عليكم، امرق العواليق دي، خلينا على اللقن نحللها شويه. كتاب احمر، لا ده بتاع لينين، ده كافر براو، طبعا لينين كافر يا شيوعيين، اختبر، تعال خش جوا. طيب ده البيان الشيوعي، عليك الله شوف السلفيين، الناس زمان كان بيقولوا نحن سنولى سياسه، يا ناس رابعه ما تجوا خاشين، عيب عليكم.
طيب ده الكتاب حقك زي ما قال لك شيخ أبو بكر، أنا بحاكمك من كتبك أنت ما من كتبي. والبيان الشيوعي ده موجود في أي شبكة بتاعت نت، تكتب في جوجل البيان الشيوعي، بيان الحزب الشيوعي، تأليف كارل ماركس وفريدريك إنجلس، ده شيوعيين كفار ملاحدة ما عندهم أي علاقة بدين ولا إله ولا عندهم شغلة بحرية ومساواة وعدالة بالمناسبة، زي ما قالوا هم في الكتب دي. طبعا نحن الحمد لله الناس بيتهمونا بالباسطة، ونحن نحيي أصحاب الباسطة، نحمد الله ونفتخر بذلك، ما قاعدين نحيي حاجات تانية. هو التواعي ما قادر تجيب حاجة تقوم تسكر. طيب ما دي أهل حرية، انت قال الزول ده بالمناسبة طبق الحرية ذاتها، لأنه قال دارين حرية، انت دار تسوي شنو تاني؟ طشيط عقل تاني دار تطيش شنو انت؟ طيب دار تجي تلعب بالدين وتنبز الدين؟ شوف أي زول بيتكلم بأدب وزول يتكلم بنقد علمي وكده نحن بنرد عليه برد علمي بنفس الطريقة حقته. زول يجي داري يلعب بالدين ويعمل فوق وات شفت، والله سفروق ولا قارنب، والله أنا نجمك نجام لما تتكيف. طيب طيب ده بيان الحزب الشيوعي، قال بيتكلم عن إشاعة المرأة. طبعا الشيوعيين دارين المرأة دي تكون زيها وزي أي حاجة شنو؟ سبيل، زي السبيل، والله ده دارين الشيوعيين. عشان كده فاطمة أحمد إبراهيم الهالكة أرجى الراجل في الحزب الشيوعي، بعدين برضو الفرصة مفتوحة للنقاش، لأنه بقى ما في نقاش منطقي ولا موضوعي، عرفته؟ بعدين واحد يقول لك انتوا بتضحكوا الناس، انا بجيب كلامك، كلامك اللي بيضحك، ده ما كلامي انا. فطوم احمد ابراهيم كانت بتقول انا احيي طالبه الجامعه التي تمسح على حذائها لا لاناقتها ولكن لكثره مشاويرها. اسيدي لو عرستها ذاته ما بتلين فيها في البيت ذاته، عرفتها؟ طيب هنا بيتكلموا عن الاشاعه بتاعت المراه، عرفتها؟ قالوا الشيوعيين دي قضيه المراه ذاتها، احنا بنجيب لك من كتبك، وانت يا شيوعي ما قادر تخش، عيب عليك والله يا شيوعي، يا اخي انا انتمي لي لمنهج وما قادر ادافع عنه؟ عليك على الكلام ده ماشيين هسه يا اخوانا؟ منهجك يا شيوعي، يا شيوعي يا افندي يا بتاع انبسغت وتمحورت، واننا في ظل هذه الفتره الممرحله والممنهجه والتي نريد ان نتخلص منها، باقي لك نحن لو كيزان كان الشعب السوداني خلانا؟ نحن لو كيزان كان الشعب السوداني خلانا؟ وانت نقاشك للكيزان نقاش في اكل ونيانيا، وده في النهايه ممكن يمشي كوز بياكل ويجي كوز ما بياكل، عادي مش ممكن، لكن في النهايه انت ما بتكون شلت افكار الكوز من تحت في المجتمع، لكن نحن حربنا نحن بيشيل الكوز من تحت، وبيشيل حزب الامه من تحت، وبيشيل الحزب الشيوعي من تحت، وبيشيل الجمهوريين من تحت. نحن الان بفضل الله عز وجل، لا بفضلنا نحن، نحن تحدينا حتى القراي، الدكتور القراي، المنبر ده المنبر الثالث، لليلة ما قادر يقول بغم، إن شاء الله يوم السبت في ندوة هناك في محل المناهج، مش هو مدير المركز، جايين جنبك هناك، جنبك موازن، عرفتها؟ نحن ما بنلعب مع كتور جبا، فهمتها؟ نلعب فوق دوري الممتاز هناك، لكن ناس كتور جبا اللي بيجيني ياسي وأنا دور العلمانية، ما بجي أقول لك وأنا دور الغران، هذا شنو ده يعني؟ عرفتها؟ ده ما مستوى ده يا أخي. ده ما مستوى، تعال جيب كتبك ناقش، ما فاهم منهجك، تعال اقعد لنا تحت نفهمك منهجك، نقول لك واحد انتو ملاحدة كفار، نمرة اثنين انتو دارين شيوع المرأة، نمرة ثلاثة بتحاربوا الملكية الخاصة، نمرة أربعة انتو دارين تنشروا الرذيلة في المجتمع، والدليل وين؟ كتابك صفحة كده، كتابك صفحة كده، مش أخذت منهجك؟ هاي يلا أمسك الرد عليه، واحد من القرآن، صواريخ أرضي جو، صواريخ جو من السنة، ننجمك لما غبارك يقوم فوق، فهمت؟ دي أدلة المنهج السلفي، منهج سلفي نجيط. أنا كنت داير ولدنا يخش، والله ولدنا ماهر عمره 8 ولا 13 سنة بيجي هنا إن شاء الله بينجمك. سلفيين ديل ماشيين يا زول، أنت ما سمعت التراب زمان؟ لا رحم الله في مغرز إبرة، قال شنو؟ قال هؤلاء قال ينتشرون انتشارا تلغائيا، تتلفت بجاي كانوا اثنين تلقاهم سبعه، ديل جاوا من وين؟ جاوا من وين كيف؟ ده الشغل ذاته، ده القران، ربنا قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ما السكرانون. طيب قال ولا يدور في خلدي ان الامر يتعلق ضبطا
بإلغاء وضع النساء كمجرد أدوات الإنتاج. أسمع الكلام ده ركز فيه كويس، لأنه نحن بنحترم عقل الطلبة، نجيب لهم كتب وبجي والطالب واعي، ولو الله رزقني قروج بشتري باص عشان أكون شنو، عشان أكون على الأقل 90% كده من التركيز بتاعي عشان أفيده، مش أكون طاشي شبكة وجهي الأغلق صحيح. طيب قال شنو؟ قال وللمناسبة لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي المسرف في أخلاقيته. ده لشيوعين قالوا يعني عاملين فوق عندهم أخلاق عالية وكده وبينتقدوا علينا حاجات زي شنو. قال ده ما شيخك ماركس، ده أبوك الشيخ، أنا ما أعرف بيعتقدوا إنه بينفخهم ولا ما بيعتقدوا، لكن كده نواصل. قال من إشاعة النساء الرسمية، إشاعة النساء شنو؟ الرسمية المدعى بها على الشيوعيون، الشيوعيين. قال فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فقد وجدت على الدوام تقريبا. كلام ده مش واضح؟ واضح زي الشمس. نمشي لي قدام. فبرجوازيتنا غير القنوعين بأن تكون تحت تصرفهم نساء بروتاريتهم وبناتهم، ناهيك عن البغاء الرسمي، يجدون متعة خاصة في أن يتداينوا باتفاق متبادل. فالزواج البرجوازي في الحقيقة هو إشاعة النساء المتزوجات، وقصارى ما يمكن أن يلام عليه الشيوعيون هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا. جزاك الله خير. يعني قال لك بدل الزواج وقبلت وزوجتك وتجيب أهلك وأهلك قاعدين وتفتخر إنك اتزوجت وكذا، قال نحن دارينا إشاعة شنو؟ صريحة، زي ما قال ذاك في الاعتصام اسمه منو؟ البوشي. البوشي قال البيت تسأل ليه؟ قال ده تفكير شنو؟ التفكير الذكوري. قال إنه البيت تجي تخليها تجي 12 بالليل، وأظن الفتوى بتاعت عمك ده شالتها ديك أوبجكتيف، شالت الفتوى حق ده ها؟ البوشي وناصري ولا شنو ما بعرفه، ولا بعسي ما بعرفه. المهم قال ده فقه ذكوري، إنه تسأل الأب والأخ يسأل البيت انت جايه من وين ولا ماشيه من وين. دي العلمانيه دارينا، ما هذه لا صرحوا بها. مش كده، قال واحد حبيبته، قال وفي الدين ما في حبيبته الا بعد الزواج، دار تحب اتزوج بعد ذاك حب ما في مشكله، لكن شنو بعد شنو بعد تعقد بعد ذاك حب زي ما عاوز، لكن هسي تحب القران وتحب السنه وتحب الصيام وتحب البعد من النساء عرفتها وكذا وتبعد من الفاحشة وتحب الطهارة وتبعد من الرزيلة. قال حبيبته قال لو كانت قبل كذا ما شرع مع واحد زي ما قال لك شيخ أبو بكر في بوي فريند، قال يقوم يسأله الزول ده وين وما وين ويعصيره. قال يا أخواننا شوفوا المرحلة الدارين يوصلون لاجنه ها؟ هو ذاته واحدة بتمشي مع الرجال دي نافع إنه أنا أمشي معه، دي نافعة إنه أنا أمشي معه. وين الثقافة السودانية اللي أنت بتتكلم عنها هسي؟ الثقافة بتاعت الرجالة، الثقافة بتاعت إنه تشوف دي عرضك، البيت الماشية في الشارع دي عرضك. أزول يا أخواننا ما يكون إنسان خسيس، زول دار يقضي شهواته. والله للأسف الشديد كثير من الشباب عنده الخسة دي، كثير من الشباب ها؟ يعني أنا السلفي ده ما عندي شهوة، ما بعرف عين، ما عندي عيون، ما بعرف أخلط، ما بعرف أتكلم، خلاص. لكن يا أخواننا خلي الدين الزول يكون عنده رجولة، ياخد عرضك يا أخي، البدي عرضك كويس. فدي الدارين العلمانين الإشاعة الصريحة للنساء إنه المرأة تكون شنو مشاعة للجميع. عشان كده الشيعين بيقول لك والله نحن مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة ولا في إيدها جواز سفر، داري بقى مع الدبرك، لأنه فرويد قال لهم كده، فرويد زعيم المدرسة الجنسية قال إن البقرة حينما تلد عجلا فيكبر هذا العجل ويشتد عوده يناطح أباه من أجل أمه، نريد مجتمعا شيوعيا مثل هذا المجتمع. هذه الدارين يوصلون لها. أنت ما أسي شيخ أبو بكر حاجة يكلمك عن فيلم شنو ستموت في العشرين، هل دي سقفة المجتمع السوداني؟ هل دي أخلاقنا نحن يا أخواننا ها؟ فيا أخواننا ما دي العلمانية، ده الموضوع بتاع العلمانية، وده أصلا تعرفها لها إنه هي كل ما ليس له علاقة بالدين. وزي ما الود الخشاسي ده، لأنه ده العقل الباطن بتاعه تكلم، طبعا ده عقل اللاوعي
صح يا شيوعين؟ ناس انبسخت، ده عقل اللاوعي. طبعا العقل الحاضر ما فيش، غايب ابسنت، عرفتها؟ لكن ده العقل بتاع اللاوعي. ها؟ وده نطق بالحقيقة. طبعا الزول الكلام اللي قاله ده كلام صدق بالمناسبة، عرفتها؟ دائما الزول تلقاه في التخدير لما يكون مخدر أو قايم كده يا دوب من التخدير من البني، وتلقاه في المراحل اللي شفناها هسي زي الممارسة، الممارسة تمت قبل شوية زي ما بيقولوا شيوعين، دي ها بتكون دي ها الكلام الحقيقي والأفكار الحقيقية تحت الشيوعين، عرفتها؟ فعشان كده أخواننا، عشان كده أخواننا العلمانية نحن كسودانيين ما بتشبهنا، ما بتشبهنا، والعلمانية دي ما بتنجع عندنا نحن في السودان. انت جيت قلت الكيزان كانوا تجار بالدين والكيزان لعبوا بالدين، لانك انت ما فهم الدين. انت قريت زي الود قبل شوية جدا قرى المناهج تحت الكيزان، المشاكل والمسائل اللي بيقولها دي والكذب الكثير الموجود في التاريخ ده، ده كله شغل بتاع سيد قطب، هذه لها كتب قاعدة عندنا نحن. الكيزان يوم واحد ما وروا ناس عقيدة صحيحة. الدين ده بيبدأ من وين؟ بيبدأ من العقيدة، توري الناس التوحيد، تربط الناس بربنا سبحانه وتعالى، غير ربنا ما بيملك حاجة، عرفتها؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، تعالوا هنا يا شيوعين، انتوا مش بتحاربوا المتاجرة باسم الدين؟ في متاجرة باسم الدين في السودان أكثر من الصوفية؟ ها؟ ما لاقاك يا شيوعي أبدا، ما لاقاك نهاية إنه شيخ بدي النسوان الجنة، ما لاقاك. هسي ده ما انتهاك لحقوق المرأة. ما لاقاك البرعي لما قال له سلم يا ولد، أهو ده القلب البيت ولد، يعني البيت ما له ليه قالبة؟ ده ما انتهاك لحقوق المرأة. انتوا وين يا شيوعين؟ ما تقعدوا تلعبوا علينا نحن. لكن الناس ديل، الناس ديل الآن بيوجهوا سهامهم، خاشين كلهم يكوركوا، وزي ما قال المثل الصراخ على قدر الألم، عرفتها؟ والله ده هنا العنبر بتاع العظام، تكورك ما بنخليك، عرفتها؟ وشكله شيخ أبو بكر الليلة ما شاء الله جايهم جهة جد، والله يا شيخ أبو بكر فتيلك ذا ما شاء الله هم بارك فتيل ما جاي يا أخي، الناس دي بتكورك شيخ أبو بكر، أنت المفروض تسوي ووك يا أخي. تقول لي يا شيخ أبو بكر منهجك فيه واحد اثنين ثلاثة، لكن أنت ووك يا زول الفتيل ده مقفول، الناس ما بتسمع حاجة، فهمت؟ خش في شغل منطقي، نفتح فرصة ولا خلاص فرصة مفتوحة؟ أنا عندي كلام كثير والله ممكون جوا هنا،